نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر قولها إن قمة مصر الدولية للسلام في العاصمة الإدارية ستشهد مشاركة واسعة من قادة دول العالم واستجابة ده طبعا استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كمان أوضحت المصادر إن أبرز المشاركين حتى الآن في قمة مصر الدولية للسلام هم قادة دول قطر وتركيا واليونان وسكرتير عام الأمم المتحدة، إلى جانب قادة فلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص.